عمر لطفي وفرح الفاسي فقرة ديال الفصفص. فرح، شنو الحاجة اللي ما كتعجبكش فيا وكتمني أنني نبدلها؟ ما كيعجبنيش فيك لا مبالاة وصافي وبزاف وكتثق بالناس بزاف. كتثق بالناس بزاف. لا ما بغيتش الهريسة، بغيتك تسكن انت. انا ياك عمر، واش عمرك جاتك الفكرة انك تزوج عليا؟ ما عمرك هتدي الفكرة وانت فيك 10. dans le sens positif. هيا فرح، واش فايت ليك شي نهار كذبتي عليا؟ عندي ما نكون كذبت عليك ولكن ما عرفاش فوقاش. عمر، شكون اكثر شخص كتثق فيه 100% وكتعاود ليه اسرارك كلها؟ اكثر واحد كاين صاحبي مهدي السوقمي اللي قريب ليا بزاف. عمر نقدني، راه كاين العنكبوت. ها هو الحمد لله شتي. غير عنكبوت انت خاصك. لا ما سولتك شكون شخص قلتي المهدي السوقمي. فرح، شكون الممثل المغربي المفضل عندك؟ انتينا. عمر، شكون هو المخرج اللي ما يمكنش تخدم معاه واخا يكون الاجر مغري؟ ونقد نقول جوج واخا يكون الاجر مغري، واخا يكون لي كان عندك حميد بناني، حيت ما اللي خدمنا معاه ما كانت تجربه شويه فاشله من ناحيه الانتاج، وهشام النصيري من ناحيه الانتاج تاعي واخا يعطوني ما عرفتش. برافو عليه صراحه. انا ياك انا ولا انتينا؟ لا انتينا. فرح، شكون هي الممثلة اللي ما تبغينيش نقتسم معاها البطولة في شي فيلم رومانسي؟ واخا يكون الأجر مغري. ما نقدرش نقولها. قضية حمضة. عمر، شكون أكثر حاجة ما كتعجبكش فيا؟ شنو أكثر حاجة ما كتعجبكش فيا؟ كتعصبي بالزربة. وصافي صافي. ماشي بزاف. كتعصب دغيا كتعصب. عمر لطفي، فرح الفاسي.